أهلا بيكم أحبائي. انفصال مفاجئ وصادم لشخصية رئيسية في المسلسل، وانفصال 6 شخصيات فعليا، وهناك 3 شخصيات أخرى مرشحة للانفصال، وحفلات وداعية للشخصيات التي انفصلت عن كاست العمل، وكلمات مؤثرة لهم، وكواليس ممتعة مع نجوم المسلسل. تفاصيل أكثر وآخر أخبار مسلسل ابنة السفير في فيديو اليوم، فتابعونا. أهلا بكم أحبائي مجددا. تم تداول أخبار في العديد من المواقع التركية عن وجود انفصال شخصية رئيسية عن المسلسل، وقد أشارت العديد من التسريبات أن الشخصية التي سوف تنفصل عن المسلسل سوف تكون النجم أوراس كاجيلار الذي يجسد شخصية غيتيس، وحسب التسريبات سوف ينفصل بعد 5 حلقات. ووفقا للتسريبات فإن النجم أوراس قد يتفق في الفترة القادمة على عمل جديد مع النجمة الجميلة هذا القاية، ويعتبر انفصال شخصية غيتيس عن المسلسل بمثابة خبر صادم ومفاجئ لكل متابعي المسلسل. شخصية العمة فريدة تعلن انفصالها عن المسلسل، وتودعه بتعليق كتبته على صفحتها: لم أضحك كثيرا لوقت طويل، لقد كانت ليلة جيدة جدا وممتعة جدا مع الكثير من الضحك الذي لن أنساه. أقول لكم من كل قلبي من الجيد أنني كنت في هذا المسلسل وتعرفت عليكم. هذا الاجتماع قبل مغادرتي جعلني سعيدة جدا. وأنهى تعليقها: أحبكم يا روحي. وهناك تأكيد تم تسريبه عن انفصال شخصية الممثل بولانت الذي يجسد شخصية كهرمان في الحلقات القادمة. كما كان هناك انفصال للممثلة نيلفر التي تجسد شخصية عتيقة أم منكيشة، وقد ودعت فريق العمل عبر رسالة لها على الانستغرام: توديع عائلة ابن السفير التي أحبها كثيرا، صعب جدا لكنني علمت أن شخصية عتيقة التي أجسدها في المسلسل ابنة السفير قد تم انتهاء دورها في الحلقة 35. أشكركم جميعا على كل شيء. وأنا تعليقها: أحبكم كثيرا، الوداع. صور وفيديوهات للعمة فريدة الممثلة قديرة زيرين التي ودعت كاست المسلسل. كما انفصلت الممثلة ديجو كاراجا التي تجسد شخصية عائشة في المسلسل، وقد ودعت فريق العمل من خلال تعليق لها على الانستغرام، قالت فيه: أشكر عائلة المسلسل الذي مثلت فيه 34 حلقة وجميع المشاهدين وأصدقائي بالفريق فردا فردا، لنلتقي في مشاريع قادمة أخرى. الممثلة إسراء تشارك فيديو لها مع بولانتو وأردر موغا وكهرمان والسفير جوفاني من كواليس المسلسل. قامت بدور منكيشة ودعت كاست المسلسل من خلال تعليق لها كتبته عبر صفحتها على الانستغرام: الحفلة الأخيرة في بودروم، وقد نشرت صورة لها مع كاست المسلسل، من الواضح أنها حفلة وداعية لها مع كاست المسلسل. صور شاركتها الممثلة يغمور التي تجسد شخصية غوليسيا مع العديد من نجوم المسلسل. تلا النجمة أنجيلا أكيورا كالمركز الأول في الشخصيات الأكثر حديثا في شهر ديسمبر عن شخصية سنجار إيفا، واحتل المركز الرابع النجم أوراس كاجيلار عن شخصية غيتيس للممثلين الأكثر حديثا في شهر ديسمبر أيضا. كما احتل النجم أنجيلا أكيوريك المركز الثاني ضمن قائمة الممثلين الأكثر شعبية في قائمة الـ ADBA لعام 2020.
أصلها نقلت تجول حصلت على جائزة أفضل ممثلة في جوائز سينابورت، ونشرت صورة للجائزة وكتبت معها تعليق شكرا لكم. مسلسل ابنة السفير يحتل المركز الخامس بين المسلسلات الأكثر حديثا على مواقع التواصل الاجتماعي لعام 2020، وذلك في قائمة الـ EDBA. احتلت النجمة الجميلة نصلهان أتاجول المركز الثالث في قائمة الممثلات الأكثر حديثا في تركيا لسنة 2020. تصدر الثنائي ناري وسنجار قائمة الثنائيات الأكثر حديثا في مواقع التواصل الاجتماعي لهذا الأسبوع. وهناك ممثلين مرشحين للانفصال عن المسلسل، منهم الممثلة أوزلام التي تؤدي دور والدة غيتيس رفيقة، حيث قامت بإلغاء متابعة حساب المسلسل. إن عدد الشخصيات التي انفصلت عن المسلسل حتى الآن فعليا هي 6 شخصيات: أكين ومنكيشة وسحر وعتيقة وعائشة والعمة فريدة. وهناك 3 شخصيات سوف تنفصل في الحلقات القادمة، وهي السفير جوفاني شلبي وكهرمان وجيلان. وحسب التسريبات أيضا سوف يتم إضافة 5 شخصيات جديدة للمسلسل.